ثمن ديال الدجاج اليوم تباع ب 24 درهم 24 درهم ونص في الضيعه في الضيعه، والموزعين فرقوا ب 25 ونص وحنا كنبيعوه ب 27 درهم، يعني 540 ريال في المحلات، في الضيعات 480، في بعض المناطق حتى 500 ريال، لان الناس المناطق اللي بعد شويه الموزعين وزعوه ب 510 ريال، المحلات كنبيعوه كنسقطوا حنا دابا ب 540 ريال الكيلو. اسباب اللي جعلت الدجاج تغالي هذا العام وقليل عدد اسباب. السبب الاول هو الحراره دات واحد الطرف، جات السخونيه ودات واحد الطرف بزاف ونقصت من الطوناج ديال الدجاج. السبب الثاني هو الفلوس اللي كان غيطر به في هذا الشهر، شهر 7 وشهر 8 قليل، كان قليل، كان المنتجين ديال الفلوس اللي كينتجوا الفلوس واش ناقصين من الفلوس ولا نقصوا من الدجاجه خرجوها ولا ما نعرف، ولكن هذا المشكل هذا كان يدخلوا فيه المسؤولين اللي هما مسؤولين على القطاع وكيعرفوا شحال تاع الفلوس كيخرج في النهار وفي الاسبوع، كيعرفوا شحال تاع الفلوس كيخرج في الاسبوع. كان هاد الناس هادو ولا هاد المؤسسه هذه تسهر على هاد القطاع هذا باش الا كاين الخصاص يفتحوا مجال للفلاحه باش يدخلوا الفلوس من برا. فلوس من برا موجود ورخيص وكيطيح بتكلفه رخيصه علينا حنا، تكلفه راه كطيح برا ما بين 13 درهم ورابحين 13 درهم، باش كيطيح في اوروبا كامله كيطيح فيها الدجاج ب 13 درهم و 12.50 ورابح الفلاحه، ولكن كيطيح علينا حنا ب 16 درهم وما رابحينش. علاش؟ ان الدجاج ملي كيطيح ب 16 درهم ان العلف كيدير 4 درهم و20 و4 درهم و40، والفلوس كيدير دابا 8 درهم و9 درهم، والدواء واش غادي نقول لكم عدات مصاريف اخرى بحال الغاز بحال التبن بحال الخدام بحال بزاف. واخا يبيع، تشوف الفلاح دابا كيبيع ب 24 درهم راه ما رابحش، راه ما رابحش. انا علاش ضاع له الدجاج؟ ضاع له الدجاج، مشى، كاين اللي مشات ليه نصف الفيرما، كاين اللي مشى ليه الربع. واخا يبيعوا هذا الفلاح ب 30 درهم ولا 25 راه ما رابح، ولكني الفلاح خدام وكيوجد واحد الماده حيويه للمواطن. حلول هو الجهه المسؤوله توقف على هذا القطاع، دعموا ان هي الوكله السريعه هي الوجبه السريعه وسهله في توجد 40 يوم 45 يوم ها هي موجوده، ماشي بحال البهيم. اللحم دابا كتشوف ب 10 ب 100 درهم و 110 درهم، ولكن شحال فاش غادي توجدوا؟ شحال فاش غتوجد هذا العجل وفاش غيكبر وفاش غتجاج؟ لا 40 يوم 45 هو موجود، ولكني كنطلبوا من الجهه المسؤوليه كمربيين وكجمعيه وطنيه كنطلبوا باش هذا القطاع هذا تجهليه الجهه المسؤوله باش تدعموا من الدعم في العلف، ولو الكوتكوت يكون رخيص وراه غادي يكون السوق غاني بالدجاج، ما غادي يخص الدجاج الا كاع مثلا غلا واحد الشهر الشهر الاخر يكون موجود، ولكن الا كان واحد السهر على واحد الفلوس اللي كيدخل اللي كيتربى اللي غيكفي مثلا المغرب كتكفي 8 د المنيل 9 د المنيل تكون دائما كتربى. دابا هذا العام راه ما كاينش ذاك العدد، ان الفلوس قليل. واش خرجوا الدجاجه؟ واش استواوا البيع والشراية على 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 الكوتكوت وغلوه؟ ان الكوتكوت دابا راه كيدوز في جوج بيعات، كتبيعوا الشركه البيع والشراية، والبيع والشراية كيبيعوا للمربي. دابا المربي يمشي كاع للشركه يقولوا لي الفلوس ما كاين، ولكن يمشي عند البيع والشراية يلقاه الفلوس. انا كنتحدى اي مربي يقول لك راه جبت الفلوس بفاكتوره، ما كيجيبوه بلا فاكتوره، انوار كيجي نوار، كيجي نوار عند البيع والشراية. دابا راه كيدوز عند جوج بيعات ثلاثه البيعات اللي وصل المربي. هذا الشيء فاش وصل دابا الفلوس 9 دراهم و8 دراهم، وهذا الشيء هو اللي كيخلي الحاجه كتغلى. حنا كنطالبوا كمربيين ولا كمهنيين كنطالبوا بواحد لجنه من وزاره الفلاحه تسهر على هذا القطاع، وهذا القطاع هو اللي غادي يهنينا في المواطنين، هو ان كيوجد واحد الماده سريعه ماشي بحال اللحم راه كيتعطل. اييه ان القدره الشرائيه ديال المواطن دابا الدجاج كتقول لي انسان 540 ريال كيتخلع، وحنا الحركه نقصد الحركه في المحلات، ان الانسان ملي كتقول لي 27 درهم كيرجع اللور، غالي عليه الدجاج. وكتعرف ان هذا الشهر 8 كيكونوا العراس،
كيكون خصو واحد الكونتيتي كثيره كيولي الدجاج كيحط فيه واحد سميتو كثير، واحد المبلغ كثير. وحنا كنطالبوا ونعاودوا نقولوها بالجهه المعنيه تدخل في هذا القطاع باش كل شيء يكون موجود. والحمد لله راه ساهل. مثلا الشركات ما عندهمش الكوت اللي غيكفي يطلقوا المجال للفلاح يجيبوه من برا، الكوت راه موجود برا.